أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. الأهداف لهذا الأسبوع أعزائي الطلاب يوضح الأعمال الصالحة التي تضمنتها الآيات الكريمة للفوز بالجنة يوم القيامة، ويتعرف على مفهوم صلح الحديبية. سورة آل عمران أعزائي الطلاب، حث القرآن الكريم على الأعمال على إعمال العقل والتفكر في الكون، وتوجه إلى الله تعالى بالذكر والدعاء والقيام بالأعمال الصالحة التي تؤدي إلى مغفرة الذنوب ودخول الجنة. سورة آل عمران هي سورة مدنية، عدد آياتها 100 آية، ومن أسمائها الزهراء والمضيئة. للعلم دور كبير في إسلام عدد كبير من العلماء، منهم عالم الفلك الذي أسلم، وهو عالم فلك فرنسي أسلم وسمي نفسه عبد الحق، كان سبب إسلامه ما اكتشفه من عظيم خلق الله تعالى في الكون من خلال دراسته في علم الفلك. وأيضا هناك سورة العمران، أصحاب العقول السليمة يتفكرون في الكون بما فيه من مخلوقات أوجده الله تعالى، وهذا يعمق إيمانهم بالله عز وجل، يدفعهم إلى توجه إليه سبحانه وتعالى بالدعاء طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. الموضوعات التي تتحدث عنها سورة آل عمران: التفكر في الكون، الذكر والدعاء، جزاء العمل الصالح. التفكر في الكون، بيّنت الآيات الكريمة أن الله تعالى هو خالق هذا الكون المتصرف فيه والمدبر أمره الذي لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه وتعالى خلقه بدقة متناهية وإبداع، مما يجعل أصحاب العقول يهتدون إلى الإيمان به عز وجل عن طريق التفكر في عظمة الكون وما فيه من إبداع من خلق الإنسان والحيوان والنبات والجماد. والآيات الكريمة ثناء على أصحاب العقول السليمة لأنهم عملوها في الاستدلال والاعتبار، وفيها إبراز أوصافهم، فهم يذكرون الله تعالى في أحوالهم جميعها ويتدبرون في خلق السماوات والأرض، فيقولون أن الله تعالى لم يخلق هذا الكون عبثا بل لحكمة عظيمة، وهي أن يكون مهيئا لحياة الإنسان. فالاختلاف الليل والنهار من النعم العظيمة التي أنعمها الله تعالى بها على عباده. نعمة الليل والنهار من فوائدهما أنه يعرف بهما حساب الأيام والليالي والشهور. الذكر والدعاء هي لصور للدعاء المؤمنين، هي النجاة من النار، من عذاب النار، وستر ومحو الخطايا، حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة، تحقق الوعد الإلهي للمؤمنين برضا الله تعالى، ودخول الجنة ونجاة من صلح الحديبية. عقد صلح الحديبية في العام 6 للهجرة بين المسلمين ومشركي قريش، وقد اتفق الطرفان على مجموعة من الشروط، منها وقف الحرب بينهما مدة 10 سنوات. وقد بذل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كثيرا من التضحيات في سبيل نشر الدين الإسلامي وتبليغ رسالته. في السنة 6 للهجرة رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أنه دخل هو وأصحابه البيت الحرام آمنين، لذا طلب إليهم أن يتجهزوا لأداء العمرة. قد استبشر المسلمون بهذه الرؤية فتهيأوا لهذه الرحلة العظيمة، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 1400 من الصحابة الكرام، ورفقته زوجه أم سلمة، فأحرموا بالعمرة ولبسوا ملابس الإحرام، ولم يحملوا سلاحا إلا سيوف في أغمادها، وساقوا معهم الهدي ليشعروا قريش أنهم لم يخرجوا للحرب والقتال، وإنما خرجوا لأداء العمرة. لما سمعت قريش بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجهه إلى مكة المكرمة، قررت منع المسلمين من دخول مكة. فلما علم بموقف كفار قريش غير طريق سيره، وحرصا منه على تجنب القتال وإراقة الدماء وتعظيما للبيت الحرام، حتى وصل إلى الحديبية، فأصر كفار قريش على منعهم من أداء العمرة، فأرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عثمان بن عفان إلى مكة ليقنع قريش بالسماح للمسلمين بأداء العمرة، ولكن قريش أصرت على موقفها واحتجزت عثمان، وتأخر في العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيع خبر عن مقتله. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا الناس إلى مبايعته على قتال المشركين، فأسرع الصحابة يبايعون في الجهاد على الجهاد في سبيل الله تعالى. أما شروط صلح الحديبية هي: تتوقف الحرب بين كفار قريش والمسلمين مدة 10 سنين، يجعل المسلمون هذا العام من غير تأدية العمرة علي أن يعودوا في العام القادم لأدائها، يرد الله صلى الله عليه وسلم من يأتيه من قريش مسلما من غير إذن وليه، ولا تلتزم قريش برد من يأتيها من عند الله عز وجل، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد من القبائل العربية الدخول في حلف قريش فله ذلك، ومن أراد الدخول في حلف المسلمين فله ذلك.
شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.